يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير هذه الآية هي قوله سبحانه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا؟ هل هو عند الحساب فكل شخص يحاسبه الله فردا أي على حدة؟ نعم، كلهم يلقى ربه فردا، ليس معه مال وليس معه أقارب وليس معه سلطة وليس معه ما معه شيء أبدا إلا عمله خيرا كان أو شرا، ولا يأتون جماعات، يأتون فرادى، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، ما معه شيء، نعم، إلا عمله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، الأصنام والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء، ما جو، ما يروحون معهم يوم القيامة يخلصونهم مما يقعون فيه. نعم.